اسمي ماما شكل فرس، أمي ثماني سنوات، أنا من ماليزيا، أدرس في المدرسة الابتدائية 8 سنوات في الشهر، اسم أمي هي كيتي سايلا، هيا نستمع معاً، سب أمي لأنها تقرأ لي القصص قبل أن أنام، سب أمي لأنها تعلمني كيف أصنع قالب حلوى؟ أحب أمي لأنها تأخذني معها إلى السوق. أحب أمي لأنها تسرع لي شعري. أحب أمي لأنها تأخذني إلى الحديقة للعب. أحب أمي لأنها تأتمين